كاستنير اليوم مع سي مبروك كرشيد. مرحبا بك مره اخرى سي مبروك, ونحب نقول لك اللي في بالك اللي انا كيف كيف زوز في حاجه. انت كاتب الدوله وانا كاتب الروبريك هذايا. شابوا لبعضنا. ضامره حالين لعب. اما انا نتمنى نحو ان نبدا كاتب وانت كاتب بركه لا الدوله ولا الروبريك ونبدا نكتبوا. واكتب عليك ترر. سي مبروك, لو كنت تصير رشوه والراشي والمرتشي بيركلوا بعضهم, في بالك سيد الوزير اللي اسمك قاعد يتجبد في كل مره خاطر يقولوا لبعضهم مبروك. انت بارك الله فيك تصور هذا. انا صورت حاجه اخرى واسمي تذكر فيها. يقولوا لبعضهم اي مبروك كرشيد. انت ماسترز هذه معز بون تنجح به. لازم تقول لك مبروك من زادلك مثلا. ليه مبروك كرشيد رشوه في كرشيد. اي مش بعيده. يا ميمتي يا ميمتي. سؤال الموالي توا بالنسبه لدار الحزب القديمه, يعني انتم سميتوها عماره الوطن وبالسوري تور دو لا ناسيون, معناها انا كي نمشي للحجام نعمل تور يتسمى ذاك تور دو لا ناسيون ولا حجامه الوطن؟ هذه حلوه. بديت نتحلى. هذه حلوه. اي قول لي انا نصورها حجامة ولا بالطور حجامة طور دورول. طور دورول. بالنسبة لعمارة الوطن, اهم سؤال يسألوه الشباب كم شي يجي, وانا بدي يهمني الامر, معناها اسكو باش يكون فما ويفي ولا لا, وباش يكون مسايب ولا والا باش تعطيو الماتباس كان المنخرطين. منخرطين في شنو؟ منخرطين في دار الوطن في شو اسمه هذيك عمارة الوطن. لا حتى المنخرطين لا. معناها ويفي مش مسايب فمش ويفي باذن الله جايين الكل. انت كرجل قانون حسب رايك شكون يحدد القانون كي يبدا مكمش, وهل كي انت كي يطبق معناها يستحق تحديد ولا احنا حتى نفسادي نجم يجاوب عليه. اذا جاوب عليه قبل ما عجبنيش الاجابه نستنى في اجابه. شوف والله انا نجيب لك سي مبروك لما يجاوبك. شوف هو ديما معكرش القانون. معكرش. لا اللي طرقه هو المحامي مش حديده باش طرقه بالضرب. اي محامي واللي يلبس بالباهي الله ان شاء الله ما تجيش تحت يدي. انت مثلك تلبس البي. سؤالي بعد, قلت انه وزاره املاك الدوله كاريه, السؤال اللي يطرح نفسه اما هو المثل اللي ينطبق على الوزاره نتاعكم, لاش كنت حرق سياره الاعمى والا دار النجار بلا باب؟ لا هي دار النجار ديما بيانها سمحه, اما احنا كنا كاريين كان ما تو ما عادش كاريين تو ملكته من البارح. البارح صار اذبحتوا علوش لا عاد احنا كي نذبحوا كبير عاسي علاش علوش؟ ولا ما نعرف. تحية العاسي حاليا. سؤالي بعد, حركة النهضة يعيش لا المسامحة ولا المصالحة يعيش. حركة النهضة مساندة للاحتجاجات اللي في الجنوب, هل المساندة هذه جات وقت اللي حمادي الجبالي كالعادة قال وين الحكومة؟ والله اسمع شوف حركة النهضة مساند, ولكن شفت حتى في موقف اخر البارح مش مساند. كيم البارح خذوا موقف قالوا مش مساندين الاحتجاجات. انا هذا شفت شنو التضارب في الاقوال معنا هذا في المحاماه سما تضارب في الاقوال هذا السناف يسموه. وهل تعتبر يسموه حكم اول حكم ثاني يسموه. وفي الحاله هذه تعتبر ان القانون لا يحمي المغفلين؟ هو ديما كيف. بالنسبه لاسترجاع العقارات, شنو تقول على عقار الدوله؟ هل هو عقار قوي ولا لا؟ وشكون تعتبره عقاره اقوى عقار في تونس؟ اللي يتناقض. اللي يتناقض واضحه. انا الاجابه هي السؤال اللي قبله. انا ما قلتش. انا قلت هابط في التابيس سفيان موضوع يهمك. اخر سؤال, اش عملنا في الارض نتاع زميلنا سفيان بوهليل؟ اسكو مستعد باش تعاونوا في المشكله نتاعو ولا هو يخدم على الفيسبوك ولا اي؟ وكان ماكش متعاون معنا في الحكايه هذه باش نعطي نتعداو السؤال اللي بعده باش ناخذ الدوسي نتاعو ونعطي لانس بن مالك باش يعدي في الحق معاك. دونك زيد نخسروا في الوقت من توا صحح له وخلنا نفوضوا امورنا. وسفيان هذاك خويا وكل مره هذاك شنو فيه مشروع مع بعض. شوف سفيان يدلل ومرحبا به, ولكن والله لاخذ حاجه خارج القانون. بس اي بالقانون فما بيت تسجل القانون معناتها تسجل حقوقها. هذا مهدي ارتوامي الموضوع اللي النفوذ الموضوع هذا باش نعاودوا نترقوا له في الاوف معناها بعد ما نخلص الميسيون وفات كيستيونير وفات سكر عليه البرنامج. شكرا ليك مهدي.